اليوم لفني عقدات الجمع العام ديالها الاستثنائي نظرا لأن القانون الأساسي ديالها اللي 20 سنة والقانون ديال السياحة اللي كينظم الجمعيات السياحية تغير ودزنا القانون الجديد اللي كيلزم علينا نبدلو لي ستاتيو ديالنا. في هذا الوقت اللي بدلنا فيه لي ستاتيو نظرنا بأنه لازم نديروا بعض الإصلاحات باش نصلحوا بعض الأمور اللي كانت غلطة في القانون الأساسي القديم اللي كان كيعطي بعض الأصوات لكل جهة في المغرب، ولكن نظرا للأهمية ديال القطاع في كل جهة نظرنا بأنه مراكش خصها تكون عندها واحد النوع ديال الأفضلية على الجهات الأخرين، فلهذا مكناها باش تاخذ 5 ديال المناصب في الوقت اللي المناطق الأخرى عندها ما بين منصب وجوج ديال المناصب في المجلس ديال الجمعية. فلهذا بالنسبة لنا هذه قفزة نوعية إيجابية اللي كتنصف مراكش وكتعطيها الأهمية اللي كترجع لها، وكتنصف أكادير لأن أكادير بدورها عندها 3 الأصوات فوق اللي مدن اللي هي ولا جهات اللي هي كتمثل نسبة أقل في السياحة عندها صوت واحد. ونظرنا بأنه كون العمل اللي دار سابقا والمسائل كلها اللي مفتوحة للمستقبل باش نحسنوا الجو ديال العمل ديال المؤسسات الفندقية والمؤسسات ديال الإيواء، نظرنا بأن على حساب العمل اللي قام به المكتب القديم نمكنوا الأعضاء ديالو باش يمارسوا 3 أو 4 ديال لي موندا إلا اقتضى الحال. وهذا جمع عام استثنائي، والجمع العام الاستثنائي راه هو مسألة من الحياة العادية ديال الجمعيات، وجمع استثنائي كيمكن يواليه جمع استثنائي آخر اللي يغير ولا يحسن من الأداء ديالو. فإلا بغينا نرجعوا للنصيب ديال المكتب اللي غادي تنتهي المهام ديالو ربما من دابا واحد شهر ولا شهر ونص، ساهم في الأزمة ديال كوفيد، ساهم في الخروج من الأزمة ديال كوفيد، ساهم في يعني الإعانة المباشرة للفنادق باش تمكن السياحة من الإقلاع من بعد كوفيد، وساهم في خريطة الطريق اللي هي الورش الأكبر اللي كاين. وبالنسبة للمستقبل كاين أوراش أخرى اللي كبيرة، لأن كل شيء عارف بأن المغرب غادي يستقبل كأس العالم في السنة المقبلة، كأس إفريقيا في السنة المقبلة، كأس العالم في سنة 2030، وعنده واحد المحطة أولى في 2026 ديال خريطة الطريق، المحطة الأولى ديال خريطة الطريق اللي كاين العدد ديال الامور اللي هي في طور الدراسه، والناس اللي سيروها عندهم الاهليه باش يكملوا المسيره ديالها، وهذا ربما جعل بعض الجهات كيحسوا باقصاء، الاقصاء ما موجودش، وحنا يعني كنتاسفوا للجهات اللي عبروا على المواقف ديالهم خارج النطاق اللي خصهم يعبروا عليه اللي هو الجمع العام، وكنا كنتظروهم حتى لاخر ساعه باش يلتحقوا بنا ويعطيونا الاقتراحات اللي باغيين. ورغم انهم غايبين فجوج من الاقتراحات اللي طرحوا الجمع العام صوت عليها ووافق عليها وغادي تكون موجوده. فلهذا كنطلبوا منهم
وباش كنطلبوا منهم هما موالين الدار وهما يعاودوا نعاودوا نديروا اليد في اليد باش نكملوا العمل اللي كان بالنسبه ليا ناجح اللي العمل اللي درناه في هذه العامين اللي فاتت واللي نبغيو نكملوه للسنين المقبله وندعيوا الله بالتوفيق للجميع ونكونوا عند حسن الظن للجميع. اليوم كان الجمع العام الاستثنائي اللي استدعاه المكتب مجلس إدارة الجمعية الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية واللي تمت مناقشة فيه تمت المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الأساسي اللي كيتشكل تجديد ومواكبة للقانون 8/14 المنظم لقطاع الإيواء السياحي. كما لاحظتي والمسائل دازت ظروف عادية حسنة، جميع القرارات اتخذت بالإجماع مع أخذ بعين الاعتبار بعض التغييرات اللي كانوا اقترحوها جهات مراكش وخا ما حضروش معنا خدينا بعين الاعتبار، ولأن تنشوفوها إلا كانت ترضيهم هما راه كترضي الجامعة اللي كتجمع جميع الفاعلين في قطاع الإيواء السياحي.